الضيوف ممثلي الهيئات والمنظمات الحقوقية، السادة رجال الأعمال ومستثمري جنوب سيناء، كما تتجلى على أرضها المحبة الحقيقية والسماحة الدينية بين كافة فئات المحافظة مسلمين ومسيحيين، كما نشهد ذلك في كافة ربوع مصر، مصر التي تجسد على أرضها روح التعايش السلمي بين مختلف الأديان في محبة ووئام وسلام، يعكسها اليوم لحضراتكم هذا اللقاء الهام أجل مستقبل أفضل تستعيد فيه الحركة السياحية نشاطها وتعود إلى سابق عهدها. ولقد كان مؤتمر السياحة العلاجية خطوة هامة على هذا الطريق، واليوم وبدعم حضراتكم ومن خلال هذا المؤتمر الهام نخط خطوة أخرى من أهم خطواتنا في طريق تحقيق الهدف، حيث نهدف إلى تنشيط حركة السياحة الدينية. اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء وفريق العمل معهم في الإعداد والتجهيز لهذا المؤتمر العلمي الهام، والذي أتوقع أن يؤتي مردوده وثماره في تنشيط الحركة السياحية في هذا الإقليم الواعد، وإعطاء رسالة سلام وتسامح للعالم من أرض الفيروز مهبط الديانات.